خليني من هنا استقبل معايا على التليفون المهندس احمد والي، رئيس قسم نقل البيانات في واحده من كبريات شركات الاتصالات. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازي حضرتك وللمشاهدين المحترمين. الحمد لله. ولإيلون ماسك اللي قاعد عمال بيبهرنا ده، مذهل طبعا. طبعا هو من اكثر الناس اللي بيتضرب مثل على الخروج بره الصندوق، اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا، ده يعني ده ضرب الصندوق بمراحل يعني طول الوقت طول الوقت. الراجل ده بيعمل ايه يعني؟ الخبر الاخير بتاع تشيب، مايكرو تشيب اتحط فيه المخ البشري لمريض فيحوله انه يقدر يحرك الماوس بتاع الكمبيوتر بمجرد افكاره، يعني الراجل ده بيعمل ايه والحاجات دي بتتم ازاي يعني؟ بس العلم للبسطاء يا باشمهندس، ونحن البسطاء طبعاً. ارجوك. طبعا طبعا. هو ببساطه من عمل شركه اسمها نيورا لينك من سنه 2016، كان هدفها انها تلقط الاشارات الخارجه من المخ وتحولها لاشاره كهربائيه. يعني ايه تحولها لاشاره كهربائيه؟ لان المخ بتاعنا وهو بيتحرك بيتحكم في الاطراف، مثلا عشان احرك ايديا في اشاره بتخرج من المخ تمشي جوه الجهاز العصبي لغايه ما توصل للعضلات بتاعت ايديا تتحركها، فالايدين تتحرك، هي في الاخر اشاره سيجنال. الاشاره دي لو عرف يلقطها ويحولها لاشاره تخرج بشكل اشاره كهربائيه هيبقى كانها عامله زي اشاره الريموت كنترول. حلو. يعني اقدر من الريموت كنترول ده مثلا افتح التلفزيون، انور النور، اتحكم في الماوس، اتحكم في اللابتوب. وبالتالي الهدف من حاجه زي كده ان الناس، يعني الهدف المبدئي الناس اللي عندها مشكله في القدره على الحركه، في ناس فقدت القدره على الحركه في اطرافها الارض، انها تقدر عملية في حياتها كل الحاجات اللي حواليها بمجرد انها توجه الاشاره بتاعتها للشريحه المزروعه دي، والشريحه تقوم بعمل ريموت كنترول فتتحكم في الاشياء حواليها. يعني واحد غير قادر على الحركه يقدر يحرك الكرسي بتاعه، يقدر يفتح التلفزيون، يقدر يحرك الماوس بتاع اللابتوب، يقدر يتحكم في الموبايل، فيقدر يتحكم بكل حاجه بدماغه كان دماغه اتحولت لريموت كنترول. وبالتالي حقق الاستقلاليه للناس الغير قادره على، او اللي هي دايما محتاج الحد يساعدها في الحياه او متواجد جنبها، بيقلل من اعتماديتهم على الاخرين. مش محتاج حد ليه طول الوقت. الجزء الثاني ان هو، انا زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان هو المخ بيطلع اشارات للاطراف عشان تتحرك. فماذا لو ان الجهاز العصبي اللي فيه الاشاره من المخ للاطراف دي حصل فيه مشكله؟ فمن هنا الانسان بيفقد قدرته على الحركه، هو عايز توصل للاطراف وايرلس، زي الوايرلس كده مخ لا مستقبل في العضلات بتاعه الاطراف، فالاشاره تخرج مخ لعضله الايد، الايد تستقبلها وايرلس، فالايد تبتدي تتحرك. فهيفتح امل كمان لناس كانت غير قادره على الحركه انها تبتدي تتحرك. وهو لما طلب في نيورا لينك في شهر نوفمبر اللي فات، طلبت متطوعين وطلبت من المتطوعين دول هم يكونوا من الناس الغير قادره على الحركه. الناس دي كانت فاقده الامل تماما، فطبعا بالنسبه لهم لما تقول لهم تعالى هجرب معاكم تجربه جديده هتفتح لكم الامل، طبعا في ناس كتير اتقدمت لان هي كانت فاقده الامل، فاتفتح لها امل جديد. فالنهارده هو اعلن ان اول شريحه اتذرعت من حوالي شهر او كام اسبوع، النهارده قدر يلقط الاشاره بتاعت المخ المتطوع ده، وقدر كمان يخلي المتطوع يتحكم في بتاع اللابتوب او الكمبيوتر، يعرف يحركه يمين وشمال. فده كانه حول مخ الكنترول، ودي معجزه في حد ذاتها، يعني هتفتح مجالات بقى لا نهائيه بعد كده. عظيم جدا. طب هو كان قبل كده برضو اتكلم على انه هيقدر يربط المخ البشري بشبكة المعلومات وبيشتغل على ابحاث من النوع ده. هو طبعا الفكرة دي هتفتح افكار لا نهائية، بس هو طبعا ربطها بشبكة المعلومات هياخدنا سكة تانية خالص. النهاردة انا داخل الموبايل بتاعي على الانترنت وحد اخترق الموبايل بتاعي، هتبقى مشكلة كبيرة جدا، واقول ان انا خصيتي اخترقت. ماذا لو ان حد اخترق الشريحة اللي انا بتاعها في مخي؟ لكن احنا كده دخلنا في سكه ثانيه بقى، بتخترق افكاري كمان، افكاري ويتحكم فيا، وممكن يخليني اعمل جرائم بداله. يعني ممكن يتحكم فيا يقول لي ابقى انا اللي بعمل الجريمه وهو متحكم من بعيد ملوش دعوه. فربطها بالانترنت هياخدنا بقى في سكه السايبر سكيورتي، وسكه ان انا ممكن ايه بدل ما بخترق موبايل اخترق شريحه في المخ. فهو عايز يوصل لايه بقى؟ هو هيأمنها ازاي؟ اعتقد ان الفكره دي مش هتسعد قوي،
متخصصين امن المعلومات يعني. يا اما ممكن تساعدهم ان في الحاله دي برضو هيبقى بيطوروا من مساله امن المعلومات طول الوقت، وده هيحتاج ايضا كمان لتطوير البناء التشريعي عموما حتى كمان المتعلق بالجريمه. يعني في طبعاً الحاله دي بتاعت هذا الرجل هو الذي اجرم ولا اللي عمل هاكينج على مخه هو اللي اجرم مثلا؟ طبعا هنخش في مآسي. يا نهار ابيض. انا اشكرك جدا يا باشمهندس احمد، كل الشكر ليك على هذا الايضاح، ودايما بنلجأ لك في الحاجات اللي فيها علم كتير حتى تبسطها لينا. كل الشكر ليك مهندس احمد ولي، رئيس قسم نقل البيانات في احدى شركات الاتصالات الكبرى.